يا مساء الخير والفل على كل مشاهدين اتغير مع يومنا وحلقة جديدة من البرنامج. عندنا ثلاث فقرات النهاردة. فقرتنا الأولى هنتعلم فيها ازاي نقاوم مشاكل تقدم العمر ونبان أصغر وشباب على طول. كمان الفقرة الثانية هنتكلم فيها مع الناس اللي عندهم سمنة موضعية وعملوا جربوا حاجات كتير وما توفقوش، هنعرف ازاي من خلال العمليات الجراحية بيتم التخلص من الموضوع بمنتهى السهولة. كمان فقرة بشرتك مع ماسي، فقرتنا الأخيرة هيكون فيها مفاجآت كتير. انتظرونا، هنروح لفاصل سريع جدا ونرجع نشوف فقرتنا اللي عندنا النهاردة. بشجع قوي السيدات اللي بتهتم بنفسها، ما بتهتمش هي عندها كام سنة قد ما بتهتم انه دايما تبقى أجمل وأحلى. بنشوف ناس كتير قوي بيبقى عندهم 60 سنة و70 سنة وساعات 80 سنة وما يبانش عليهم السن خالص، لأنه مهتمين بنفسهم، موجهين نفسهم صح. ما تجيش الواحدة تقول أنا كبرت في السن، أنا لسه هعيش زمني وزمن غيري زي ما بيقولوا. لا، احنا مش عاوزين يبقى عندنا المبدأ ده خالص، عايزين نهتم بنفسنا. طالما التقنيات سهلة وبسيطة يبقى ليه لا. النهاردة هنتكلم ازاي نرجع شباب بشرتنا، او ازاي كمان نحافظ على شباب بشرتنا من خلال التقنيات اللي موجودة في عالم التجميل. اسمحوا لي ارحب في البداية بضيفتي اللي معايا في فقرتي الاولى، دكتور شيماء منصور، استشاري الجلدية والتجميل والليزر بالمركز الطبي، وعضو الجمعية الأفرو أسيوية لتجميل الجلد والليزر، وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للتجميل والليزر. أهلا دكتورة شيماء، عاملة إيه؟ الحمد لله. إيه رأيك في مبدأ إحنا ناخد زماننا وزمن غيرنا، إحنا كبرنا؟ لا، ده مش صح. هو مش صح، وبدأ الحمد لله يتغير. أنا ما شاء الله عندي في عيادتي اللي في المركز الطبي سيدات دلوقتي 70 سنة و75 سنة. دول أمراض. فالكونسبت ان احنا هناخد جيلنا وجيل غيرنا ده اتغير خلاص الحمد لله. التوعيه بقت للناس اكبر بكتير من زمان. في سيدات وفي رجال بيقولي بيقولوا لي ان احنا كنا زمان بنسمع عن تقنيات التجميل ديت ومتخيلين ان التقنيات ديت مكلفه قوي قوي، لدرجه ان هي مختصه بفئه من المجتمع اللي هي الفئه العاليه اللي بيظهروا على التي في بشكل مستمر، ان دي حاجه ما ينفعش الناس العاديه او البسطه تعملها. ناس فعلا بتيجي وبتقول لي كده. نحن الحمد لله من ظهورنا الدايم والمستمر على الشاشات بدانا غيرنا الكونسبت ده وفهمنا ان الجمال ده حق لاي حد، سواء سيده او رجل في اي عمر من الاعمار ولاي فئه في المجتمع. الحمد لله بقى يعني دلوقتي المترددين علينا في المركز من كل من جميع شمال الفئات. مصر جنوبها، من كل الفئات العمرية، من أرياف مصر، من صعيد مصر، من مدن القاهرة، بكل الفئات والوطن العربي كمان بقى يجينا. لا، ده أنا ملاحظة الموضوع ده فعلا، انه كان زمان فكرة انه الواحدة علشان تروح تعمل بوتوكس ولا تروح تعمل فيلر بقى ولا تشد تسافر بره، لكن دلوقتي لا. انا بيجي لي سيدات من الوطن العربي بيقولوا لي كنا بنروح الاول ايران وتركيا عشان يعملوا التقنيات دي، دلوقتي الحمد لله بيجونا وبقى في ثقه اكبر وبيترددوا علينا بشكل مستمر. طيب احنا عايزين نقول في البدايه، لانه السؤال ده اتسال كتير قوي، تيجي السيده او الراجل يقول لك ايه، انا خايفه اعمل احقن فيلر او خايفه احقن بوتوكس علشان ما اتعودش عليه، علشان كل فتره هحتاج ان انا اتعود عليه، هل المعلومه دي صح ولا غلط؟ طيب بص، عايزين نوصل كده برضو باتفاق مع بعض، انت تجاعيد هتظهر، فليه نحنا نسيبها تظهر وتبقى ثابته وما تتعالجش وما تروحش 100%؟ لا، نحنا عايزين نفضل شباب على طول. طيب ازاي هنفضل شباب على طول؟ يبقى التقنيات دي حاجه بسيطه جدا، ما بتاخدش مينتس، ما بتاخدش دقائق، من 5 ل10 دقائق من بوتوكس وفيلر. التقنيتين وتقنيه الخيوط امنه تماما. المواد اللي بستعملها فيها مواد طبيعيه، مش بنقول مواد كيميائيه مركبه والجسم هيرفضها، جسمك هيتعود عليها؟ لا، الجسم مش هيتعود عليها. انا عندي حصل ديفو في الجلد دلوقتي وظهرت، ودي حاجه هتظهر بقى تقدم العمر، جيناتك طبيعي، مع ده طبيعي هيحصل مع اي سيده، سواء بعوامل بيئيه سواء بحاجه جينيه هتظهر. فالمفروض لما تظهر نحن نبادر ونحن نحلها في اولها، وهي حاجات بسيطه هتاخد كميه اقل في الحقن، هتاخد مده اطول على ما تتحقن تاني مره. الجلد مش هيتعود عليها ولا حاجه، ده دي فوق في مشكله نحن هنصلحه، مش الجلد هيتعود عليه واول ما يروح نتيجته بعد 6 شهور ولا 8 شهور هلاقي وشها نزل كله بقى هيدي الفكره. ساد الفكرة
الفيس وتقولي بقى يبقى وشي هيدلدل لو ما حقنتهوش تاني. لا طبعا ما بيحصلش كده. لا يعني الفكره الغلط انه لا الفكره غلط هترجع اصعب من مكان. بالعكس بالعكس ما بترجعش ابدا بصعوبه المره الاولى، يعني بترجع بمرحله اقل بتحقنها بعد كده بكميه اقل من المرحله الاولى. طيب احنا عايزين نقول الحاجات دي هل هي مقاومه للتجاعيد بس ولا هي ممكن يعني هي بتعالج بس ولا هي ممكن تقاوم كمان او تاخر ظهورها؟ طيب بص لما هتظهر عندنا تجاعيد حركيه بتظهر مع الحركه بس يعني في البدايات دي هتتحقن بوتوكس وهتروح باذن الله بنسبه 100% وبضمنها لكل سيده. نفس الحكايه برضو في الخطوط اللي بتبقى ثابته حوالين الانف، ودي بقت واخده الفئات العمريه من اول 25 سنه والله بشوفها من 20 و23 سنه. اللي هم لما بيضحكوا بيبقى عندهم هنا النازونيبيا لاين الوشوش رفيعه بتخس مع الارهاق والمذاكره. الخطوط دي بدات تظهر في بنات صغيره اللي هنا واللي هنا، دي بدات تظهر الخدود اللي نزلت الشفايف الفوليوم بتاعه قليل. الفيلر ده بنحقنه البنات عندها 23 و25 سنه. لا الفيلر ده اي حد ممكن يحقن. اي حد في اي سن ملهوش اي بيتحقن في اي سن ملهوش اي اضرار، حتى الحوامل واللي بترضع ممكن احقنها فيلر ملهوش مشاكل. انت فكرتي تحقني فيلر قبل كده او تعملي اي حاجه؟ انا مش غير البشره كلها اكيد في مرحله مراحل حقنت فيلر. يعني في مرحله كنت امبارح كنت بقول لك يا دكتوره شيماء انت خاسه قوي ووشك تعبان، قلتي لي انا بفكر احقن فيلر. هحقن فيلر النهارده ان شاء الله اول ما ارجع العياده هحقن فيلر. طيب. مفيش ما يمنع ان احنا نحقن فيلر، لا فئه عمريه ولا، لانه هو لازم عايزه افهم الناس الفيلر ايه. هو هيرونيك اسيد. طيب الهيرونيك اسيد معانا كمان على معايا الفيديو دي صوره لجوه تكوين الجلد من جوه. لو رجعنا الحزم اللي موجوده جوه الجلد دي كولاجين والاستيك فايبر وهيرونيك اسيد، فالهيرونيك اسيد اصلا موجود في تكوين الجلد. لما ينقص هيعمل له خطوط بالدرجات المختلفه اللي احنا شايفينها من خطوط لتجويف. فانا لما برجع احقنه تاني، هو ميزه الفيلر الوحيده ان هو لما بيتحقن تحت الجلد بيبدا يعلي الجلد من تحت. بيعليه ازاي؟ لانه بيجي له المولوكيولز بتاعه الميه، جزيئات الميه بتلزق في الفيلر فبتشد ميه من الجلد كله، فبيبدا يرفع تاني الجلد لتحت عشان يغطي الديفكت او الخطوط اللي حصلت جوه الجلد. فبتروح هي تماما دي فكره الفيلر، دي فكرة ان احنا نملى الاماكن اللي فضيت او خست. واحده بقى شفايفها رفيعه جدا، خدها رفيع، خدها رفيع جدا، ظهروا الماريونيت لاين ظهروا، بيدي فوليوم للوش فبيملا، بيدي نضاره لان هو هيرونيك اسيد بيشد ميه فهيدي نضاره اكيد 100%. بيحفز الكولاجين والالاستيك فايبر، بنحس ان الوش مشدود، الوش ما بيتعودش عليه. بيفضل معايا الفيلر من سنه لسنه ونص دايما. دي صوره النيزوليبيا. دي حالات اتحقنت. بصي قبل من بعد، شايفه النيزوليبيا كانوا ازاي شكلهم وحش وحش، يعني ميدوا سن اكبر، اختلفوا تماما قبل من بعد. معانا صور تانية برضو. يعني الفيلر من الحاجات اللي ميزتها ايه؟ ان هي بتظهر في وقت ما انا موجودة. الشفايف. دي الشفايف. طب دي حلوة جدا. دي على عكس ما الناس فاكرة ان هي هتبقى ان الشفايف هتطلع كبيرة قوي وشكلها اوفر وباينة ان هي حقنة. لا ده حاجة بسيطة برضو. هنا النازوليبيا المحقونين اللي كانوا حوالين الانف راحوا تماما. ميزة الفيلر ان هي تقنية بتدي ريزلت، والبيشن والسيدة قاعدة معايا في العيادة. يعني بحقن النص والشهب وبقول لها بص اليمين من الشمال، بتلاقي فرق كبير، بتنبسط بيه كتير جدا، بتخرج من العيادة مشكلتها كومبليتلي انتهت. يعني الفيلر في ساعتها بتبان بينتهي، مشكلته بتتحل بسرعة في 5 دقايق. دي بتتحقن في 5 دقايق ولا بنج ولا، يعني خلاص احنا وصلنا فعلا لطفره في عالم التجميل. البوتوكس برضو بيبان نتيجته بعد 3 ايام، بيفرد لي المنطقه ديت، بترجع تاني الخطوط الرفيعه اللي حوالين عندي بتبقى وحشه جدا اللي حوالين. هو فكرته ان هو بيعتمد على العضله نفسها، على العضله نفسها. العضله واخده وضع الانقباض فعامله انقباض ومكرمشه في الجلد. لما انا هعمل ارتخاء في العضله طبيعي الجلد اللي فوق ده هيتفرد. هو احنا لما بيطلع لنا تجاعيد او جلدنا يتكرمش، ده بيبقى من الجلد نفسه؟ الجلد نفسه طري او ترهل ولا في امن العضله نفسها؟ بتبقى الحاجات اللي في الجبهه واللي حوالين العين واللي حوالين الانف دي بتبقى من العضله نفسها. العضله نفسها واخده وضع انكماش مستمر فبتعمل كرمشه في الجلد من بره. فعشان كده بنظهر. اما الخطوط اللي بتبقى في التشو في الـ في الـ في الـ في الوش من تحت دي بتبقى بسبب نقص الكولاجين والالاستيك فايبر. زي دي دي البوتوكس. بصي دي يعني بص المنظر قبل من بعد. ده بعد 3 ايام من حقنها التجاعيد الخطوط اللي كانت بالطول دي راحت تماما بعد الحقن. في خلال 3 ايام بيفضل النتيجه معاها 8 شهور.
دايما بنقول ان في كريمات دلوقتي في الماركت بتطول وبتعزز نتيجه البوتوكس والفيلر اللي انا حقناه، يعني لو هي حقنه بوتوكس بيقعد معاها من 6 ل 8 شهور، الفيلر بيقعد من سنه لسنه ونص. طب هي مش عايزه تحقن كتير، يبقى تستعمل الكريمات اللي بتحافظ على نتيجه الحقن زي الماسي دورو جولد، دي من الحاجات اللي بتعزز نتيجه البوتوكس والفيلر، بتخلي مدتها اطول ومحتفظه بالنتيجه اللي احنا وصلنا لها. فطبعا دي حاجه كويسه جدا. طيب وبيزود بيعمل بقى كمان نضاره للبشره. فكرة البوتوكس، في ناس ممكن تقلق تقولك لا ده انا شفت مش عارفه مين عملت بوتوكس بقها عوج معرفش ازاي ولا جفنها عمل ازاي، ده بيبقى عيب ايه او مشكله؟ ده بيبقى ان الدكتور اللي حقن، او مش هنقول دكتور عشان ما ننظمش الدكاتره، ده بيبقى حقنها في بيوتي سنتر في كوافير، هي مش عارفه عضلات الوش شغاله ايه ضد ايه، بتحقن فين، هي بتحقن في اي مكان يا جماعه مختلفه. الكوافير اتعمل عشان نعمل فيه شعرنا، نعمل فيه مانيكير، ما نعملش يعني ما نحقنش فيه بوتوكس. وبعدين احنا عايزين نقول ان ماده البوتوكس والفيلر دي ما بتبقاش موجوده غير عند الدكاتره، يعني اكيد الحاجه اللي هيحطوها لكم مش هتبقى صيني وبتبقى مجهوله المصدر ومستورده من اماكن غريبه، بتتحقن اكيد لازم هتعمل كومبليكيشن، ده اكيد. فما يصدموش البوتوكس، البوتوكس مش هو اللي بيعمل كده. تمام. طيب نيجي لحاجه بقى كمان وهي مهمه قوي، وهي فكره الشد الوش بدون بقى جراحات وبدون عمليات كبيره زي ما كنا بنسمع زمان، عن طريق الخيوط التجميليه. والحقيقه ناس كتير جدا مقبله على الموضوع ده، انا عايزه اعرف فكرتها بتكون ازاي والتكنيك بتاعها بيتم ازاي. هو الخيوط عاملة طفرة في المرحلة الأخيرة، نزلت منها أجيال كتير، ابتداء من خيوط الذهب اللي كانت بتدي شوية ريجوفينيشن وإنارة أو ضي في الوش، لحد ما وصلنا للخيوط اللي بتشد البشرة. فكرة الخيط ان هو لما بيركب الخيط ركب فيه خطافات من تحت، الخطافات دي بتتحرك في خلال الخيط بشكل يعني سلس جدا. انا بركب الخيوط حسب كمية الترهل اللي في الجلد، بحدد هي محتاجة قد ايه، والدايركشن او الاتجاه اللي هيركب فيه الخيط هيبقى شكله ايه. فكرة الخيط ان هو اول ما يركب الخطافات دي هتمسك بين الجلد وطبقة الدهون اللي تحتها، فطبيعي هتشد، يعني اول ما هتركب هتاخد 30% نتيجة مني. ومن برضو بركب نص الوش ووريها فهيتشد. بعد كده بعد الاسبوعين لحد الاربع شهور الخيط بيبدا يتفاعل مع الجلد. ازاي بيتفاعل مع الجلد؟ هيبدا يعمل اثاره او تحفيز للخليه الفايبروبلاست اللي بتطلع كولاجين والاستيك فايبر عشان يملا فراغات في الجلد وعشان يشد اكتر. الخيط نفسه بيعمل فايبروزيس تحته، فالفايبروزيس ده بيشد بالدايركشن اللي انا ركبت فيه. تمام. فهلاقي الوش اللي كان فيه ساد الفيس، يعني الحته دي نزلت منه، انا لما هشد هشد من فوق فهيتشد معايا لفوق، فببدا انحت الوش تاني من تحت. جفون بقى وقعه مثلا، دي بص الجفون الوقعه لو هي واقعه قوي انا ببقى بصريحه معاها بقول لها تعملها جراحه، لاني عشان ارفع الجفن بالخيط هضطر ارفع الحاجب مساحه يعني مش قليله، يعني ليميت معين برضو. ليه ليميت معين بالظبط؟ برضو احيانا بنرفع بالبوتوكس بس لازم نعرف درجه الترهل اللي قدامي قد ايه. احنا فقرتنا خلصت، كان لسه عندنا كلام كتير. انا بشكرك دكتوره شيماء، وان شاء الله تكوني معانا في حلقات جايه. ضيفتي دكتوره شيماء منصور، استشاري الجلديه والتجميل والليزر بالمركز الطبي. هنروح نشوف تقرير لحاله في المركز الطبي ونرجع نكمل فقرتنا، استنونا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا واحده كان عندي مشاكل الحقيقه في بشرتي، كان عندي سواد تحت عينيا مع ترهلات في منطقه الخدود، مع يعني خطوط عميقه بدات تظهر بصوره جديده حوالين الانف والفم، وكنت الحقيقه متخوفه جدا ان انا اعمل اي حاجه، لان ما كانش لسه في يعني توعيه كبيره لمراكز التجميل. لكن بعد ما شفت الحقيقه المركز الطبي الدولي، وكان فيه الدكتوره شيماء منصور، الحقيقه عجبتني جدا في ان هي بسطت الموضوع بان هي خلت الواحد يحس ان ممكن يعمل يعني اي حاجه في بشرته بدون جراحه بدون خوف، لان طبعا الوجه او الوش يعني بيبقى الواحد متخوف ان يحصل فيه اي تشوهات،
نتيجة مثلا مواد مش معروف مصدرها. فوجدت الحقيقة ان المركز الطبي جيت لها هنا وشفت المركز لقيته على مستوى عالي جدا من النظافة، الأجهزة بتاعتهم حديثة جدا، المواد اللي بتستخدم للبشرة مواد أصلية، غير طبعا الواحد عنده ثقة في الدكتورة اللي بيختارها. فدي كمان عامل مهم ان بيرفع من روح الواحد ان هو خلاص بيسلم نفسه، وهي طبعا بتشوف المشاكل الموجودة وان شاء الله اتعشى من هي تحلها لي بدون يعني بدون ما يحصل اي تغير لا في الشكل، بل يكون الشكل احسن من دلوقتي. السيدة اللي معانا زي ما احنا شايفين كده في عندها مشاكل اتحكي، هنلاقي في هنا تجاعيد ظهرت حوالين العين وتحت العين رفيعة، في عندها تجاعيد في الجبهة فوق، كشري كده التجاعيد الحركية هنا بدأت ظهرت عندها، عندها هنا خطين عميقين تحت الأنف وعندها خطين تحت الفم، دولت النازوليبيال لاين واللي هنا الماريونيت لاين، دولت هنركب فيهم خيوط عشان الخيط يشد لي الخد كده تاني، وهنركب خيط من تحت برضو عشان نشد الوجه، فهنركب الخيطين هيشد لنا الخد كده لورا. هنحقن بوتوكس حوالين الفم عشان الخطوط الرفيعه اللي ظهرت عندها، هنحقن لها فيلر في عشان نعمل كونتورنج للشفايف، هنحقن بلازما وميزو بوتوكس تحت العين عشان السمار اللي تحت العين والخطوط الرفيعه اللي بدات تظهر لها، هنحقن بلازما في البشره كلها عشان نرجع نضاره البشره تاني. وما زالت مشاكل السمنة المختلفة هي المشاكل يعني الأساسية والكبيرة جدا اللي بيواجهها معظم الناس، سواء بقى دي كانت سمنة موضعية أو سمنة كلية، سواء حتى مش شرط تكون سمنة، ممكن تكون ناس خست بشكل كبير قوي وحصلت لها ترهلات شديدة جدا. أعتقد أنه دي بتبقى كمان أصعب من أن هي يبقى عندها سمنة وما عندهاش ترهلات. هنتكلم بشكل عام عن جراحات تنسيق القوام والتقنيات الجديدة دلوقتي في جراحات تنسيق القوام، وكمان هنتكلم عن الناس اللي خست بشكل كبير، هل ليها حل؟ هل جسمها ده ينفع يتشد ولا لا؟ بس اسمحوا لي ارحب في البداية بضيفي العزيز دكتور أشرف سمعان، استشاري جراحات التجميل وعلاج الحروق بالمركز الطبي. يا هلا يا هلا، ربنا يخليك. انت بقى انا عايزاك بقى تحكي لي كده حكاية اخبار الناس ايه، وكل يوم بتشوف حالات مختلفة وبمر عليك حاجات مختلفة. هقول لحضرتك يعني احنا مثلا دايما انا اقول حاجة، ما نعملش حاجة كبيرة نندم عليها. دي نصيحة دايما اقولها. يعني مثلا لسه كان حد بيكلمني حالا دلوقتي، وزنها مريضة عندها وزنها حاجة وسبعين كيلو، حد نصحها او هي بتفكر تعمل تحويل مسار. حاجة وسبعين كيلو بجد دكتور؟ انا شفتها كتير جدا. يعني انا شفت امبارح مثلا ثلاث بنات تقريبا اخوات، هم من خارج مصر يعني من دولة عربية تانية، عاملين كلهم تحويل مسار. طيب خلينا نشوف ايه. طب هل كان يستدعي الوضع ان هم يعملوا 350 كيلو لازم تعمل؟ هقول لحضرتك يعني احنا بنقول مثلا هل كان يستدعي، انا سألتهم وزنهم كانوا كام، كان وزن مثلا واحدة فيهم 105 و110. فهمتي قصد حضرتك؟ يعني كلام حضرتك دلوقتي بتقولي انك انت لا مش كتير، مش زياده قوي، يعني الاجراء اللي عملوه اوفر جدا على المشكله. كان انا بفجر بيت كامل عشان اموت حشره مثلا. تشبيه دي حقيقه. يعني انا جيت رحت مفجر البيت ده كله عشان في فار مثلا. الاضرار اكتر من المنافع. نيجي نحسبها. يعني أنا مثلا لما نيجي عندنا مثلا مرضى، لما بيجي لي المريض أو المريضة وزنها 105، أول اقتراح بقترحه عليها إيه؟ شفط وبالون. ده أول حاجة. أول حاجة.
بقول لها نبدا كده خطوه خطوه واحده كده. يعني ليه انا ما اقولش للمريض ايه لا تكميم معده على طول او تحويل مسار على طول؟ لا، لما تعمل شفط وبالون، وعملنا مقارنه مثلا ما بين التخسيس بالشفط وبالون والتخسيس بجراحات السمنه، خلينا نعمل المقارنه دي ونشوف ايه الفرق. المريض اللي خس بشفط وبالون خس تقريبا عدد الكيلوغرامات اللي خسها المريض بتاع الجراحات السمنه. انا كان عندي مريض امبارح عامل شفط وبالون، اذا كنا بنتكلم في الافريج بتاع يعني 100 105 110 120، اكتر من كده اعتقد. انا كان عندي مريض عاملين له شفط وبالون 138 كيلو من اسبوعين. ايوه هايل. ايوه وهو شيف كمان شغال في مطعم او فندق انترناشونال. وزنه كان 138 كيلو من اسبوعين، جالنا امبارح متابعه وزنه 114 كيلو. يعني المريض ده نزل 24 كيلو هايل في اسبوعين. هل لو عمل جراحات سمنه كان هينزل نفس المقدار؟ اشك. دي اول حاجه. تاني حاجه النتيجه النهائيه ان انا مثلا مش بس خسيت، لا كمان جسمي بقى منسق. يعني احنا لما نيجي نقارنها، في ناس بتخس على لخبطه يعني وجسمها ملخبط، لا في ناس بتخس وجسمها بالظبط كده. يعني انا محافظ على شكلي كويس جدا، المناطق العاليه اتشفطت في اثناء العمليه، لان انا ممكن اخس. يعني كده جات لي مريضه في المقارنه، مريضه بنوته، هي زي ما انا قلت لحضرتك من دوله عربيه تانية، عامله تحويل مسار. نقارن ما بين ده وده، هي المريضه دي خست حوالي 30 كيلو تقريبا خلال سنه او 6 شهور حاجه كده. لكن كل جسمها مترهل بعنف. طيب انا عايزه شويه نتكلم عن الناس فعلا اللي بيحصلها ترهلات، سواء هي بقى عملت دايت او هي عملت عمليات. بالظبط. الناس دي تعمل ايه؟ بيبقى عندها ترهلات. اقول لحضرتك فزيح. لكن هو الدايت مثلا ما بيعملش ترهلات بالعنف بتاع جراحات السمنه. المريضه دي كانت حالتها مزربل جدا، بائسه جدا، لان عندها ترهلات في كل المناطق، طيب في الدراعين والفخدين والبطن وكمان الهنش سائط. طب احنا هنعرف ازاي انت عملت لها تغيير وازاي هي اتغيرت؟ بس احنا عندنا تقرير في حالات المركز الطبي، هنروح نشوفه ونرجع نكمل مع بعض. يلا بينا. سما وابراهيم وغريب طبعا كلنا فاكرينهم كويس، وشفنا التقرير ده كتير، وكنا عارفين ان سما بتواجه مشكله كبيره جدا وهي بتشتري لبس، ومتضايقة كمان من شكلها قدام الناس. أنا كان عندي مناطق مضايقاني في جسمي عشان كانت مليانة، لفيت كتير قوي عشان احاول انزل المناطق دي، وحاولت كتير اعمل دايت بس ما فيش حاجه اثرت خالص، لحد ما رحت المركز الطبي الدولي. انا يعني فكرت كتير عشان انا فعلا وانا كنت بعمل شوبينج الموضوع ده كان بيضايقني جدا، كان في حاجه كتير قوي بتعجبني ما بعرفش اجيبها، ولما اعمل مجهود قليل بنهج جامد، كان في كذا حاجه مضايقاني بسبب المناطق الزايده ديت. فقررت ان انا اعمل العمليه، وفعلا عملتها. بعد العمليه طبعا الموضوع اختلف تماما، اي حاجه كانت بتعجبني على طول بجيبها، مفيش اي مشكله كانت بتقابلني خالص، وجسمي كمان بقى كويس جدا، فرق في الشكل، فرق في كل حاجه، في الراحه النفسيه عامه الموضوع بيختلف تماما بعد ما الجسم بيبقى كويس ومظبوط. يعني ابراهيم اللي ما كانش بيعرف يوطي عشان يصلي بسبب حجمه، كنت بعاني من مرض السمنه في منطقه البطن والاجناب، ما كنتش بقدر امشي، ما كنتش بقدر اوطي عشان اصلي، في الركوع وفي السجود بيجي لي قرشه نفس. دلوقتي بقيت الحمد لله بقدر امشي وبقدر اصلي وبقدر اعمل كل اللي انا عاوز اعمله من غير منهج، من غير ما يجي لي قرشه نفس. ودلوقتي الحمد لله بقت جسمي ستايل كويس وشكل كويس جدا. اما غريب كان دايما بيلبس لبس اكبر من سنه. كانت من اكبر المشاكل اللي في حياتي مشكلتي مع مرض السمنه دوت، كان وزني 105 كيلو و300 جرام، كانت مسببه لي مشكلات كتير قوي في حياتي، من اهمها طبعا موضوع اللبس، كنت بلبس حاجات اكبر من مقاسي بكتير واكبر من سني بكتير، ما بعرفش البس زي اصحابي، ما بعرفش ابقى زيهم، كانت مضايقاني في حاجات كتير، ما اقدرش
لو مشيت حاجة بسيطة أنهج بسرعة. كانت مضايقاني في حياتي في حاجات كتير جدا، والحمد لله إن أنا بقدر دلوقتي ألبس اللبس اللي أنا عايزه في أي سايز وفي أي مكان، بقدر أشتري لبس. كنت بروح أماكن معينة وكان الموضوع ده بيضايقني كتير، أنا ما كنتش أتوقع كده خالص. يعني أكل طبيعي خالص أكتر من اللي كنت باكله، بس بتنظيم وبسعرات معينة وفي أوقات معينة. هي دي الحاجات اللي ساعدتني فعلا إن أنا أنزل في الوزن. بس مش هو ده اللي احنا جايين نقوله النهاردة. احنا جايين نقول ان المركز الطبي هو المركز الاكبر في مصر في جراحات التجميل وشفط الدهون. فاحنا بس بنقول لناس كتير قوي ابعد اليأس عنك طول ما في مكان زي المركز الطبي. خلي عندك دايما امل انك تقدر توصل للشكل والجسم اللي انت بتحلم بيه. شكرا للمركز الطبي اللي بيساعدنا نرجع ثقتنا بنفسنا. دكتور اشرف، انا عندي سؤال. حد من الحالات اللي احنا شفناها دي عملت له عمليه شد؟ لا نهائي خالص؟ نهائي لا نهائي. بس بطنهم مشدوده. لا بطنهم مشدوده. ايه السر بقى؟ قلت الكلام اقول لحضرتك على حاجه، يعني زي ما احنا اتكلمنا قبل كده ان لو ما فيش ترهلات من الاساس المريض عمره ما يحتاج شد. لو المريض ده كان عنده ترهلات من الاول هنقترح عليه اصلا شد وشفط. الشكل اللي احنا شفناه ده ما فيهوش ترهلات. لا ما فيهوش ترهلات من الاول. بطن مشدوده مع كبيره بس مشدوده بالظبط كده. فايه هو لما بيخس بشفط الدهون زي ما احنا قلنا قبل كده ما بيبقاش عنده ترهلات نهائي. حتى هنشوف في التقرير اللي بعده ان المريضه لما خست اللي هي ندى مثلا ما جالهاش اي ترهلات بعد عمليه الشفط. انطباع خاطئ جدا يقول لك ان شفط الدهون بيزود الترهلات، ده انطباع خاطئ جدا. لان شفط الدهون مش بيزود الترهلات خالص. يعني اللي بطنه زي الحالات اللي شفناها في التقرير انت مش محتاج شد. والشد برده بقول لحضرتكم الحاجات الاوفر استيميشن، يعني مثلا زي ما احنا اتكلمنا عن جراحات السمنه مثلا في اوزان معقوله، يعني احنا دايما بندور على البدايل. عندنا المركز مثلا عندنا دايما ندور على البدايل. لما نيجي نتكلم عن الشد زي ما حضرتك قلتي برضو من اوفر استيميشن، ما يبقاش مثلا حته دهون مثلا من تحت كده تلاقي الدكتور عملها شد على طول، في الاخر المريضه اتضايقت لان يعني في جرح كبير وما استفادتش. يعني هو كتير. هيشد على ايه؟ هيشد على كلاكيع دهون؟ ما هو لازم يشد يعني دهون. ما هو ماشي اوكي شفط وشد، لكن الموضوع ما يستدعيش. الترهلات درجات زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، في اربع درجات للترهلات. طب هنعرف ازاي؟ دايما انا بقول الكلام ده، مستوى السره بالنسبه للبكيني لاين أوكي. او جرح القيصريه للتسهيل يعني. يعني انا لما اقف بالجنب كده بشوف مثلا جرح القيصريه هنا والسره فين. هل مثلا السره دي فوق جرح القيصريه؟ يعني يبقى انا مش محتاج. يعني المسافه كام؟ تلت وتلتين مثلا؟ يعني لا هي النص، المفروض الصوره المفروض في النص. في النص بالظبط. اوكي ماشي، في النص ما بين العظمه اللي هي زيف ستنم دي والعظمه اللي من تحت اللي هي سيمس بيوبس. لا حد لقى ان البالي باتون وقعت او هتلاقي الصوره نزلت شويه. نزلت يبقى هو كده ماشي. لا ما هي بتنزل بدرجات. يعني هي بتنزل بدرجات. لو هي الصوره دي على نفس المستوى اهو بتاع احنا شايفين اهو بطنه، يعني هي بطنه يعني شايفه حضرتك يعني الصوره لسه من فوق. الصوره لسه فوق ماشي. لكن لو الصوره دي بقت على نفس الليفل بتاع على نفس المستوى بتاع جرح القيصريه مثلا، خلينا نفترض ان في مريضه عامله قيصريات، غالبا طبعا الترهلات بتيجي مع القيصريات. يعني شوف حضرتك يعني دي مثلا عندها سمنه لكن ما عندهاش ترهل، لان الصوره عاليه. اوكي لما تقف بالجنب كده نفس الكلام نفس الكلام. فبقول لحضرتك لما تلاقي السره مثلا اعلى من جرح القيصريه يبقى انا مش محتاج شد. لكن لو كانت السره دي على نفس مستوى جرح القيصريه او اوطى منه يبقى في الحاله دي محتاجه شد 100%. دي اسمها درجه الرابعه. للتسهيل يعني للمشاهدين تمام، بنقول ان المريضه مثلا تقف في المرايه وتحط مثلا صباعها على الصوره وصباعها الثاني عند جرح القيصريه. لو الاثنين متقابلين يبقى دي درجه رابعه محتاجه شد. ما هو طبيعي هتبقى باينه بالعين المجرده اصلا، هي هتبقى باينه بالظبط كده. لكن لو هي الصوره اعلى يبقى مش محتاجه شد، محتاجه شفط فقط. انا دايما بنبه على الموضوع ده، ما نجريش وما نندفعش كتير قوي على شد الترهلات في الاوزان العاليه. يعني الاوزان العاليه ما ينفعش ان انا اعمل فيها شد ترهلات بطن الا لما المريض يخس كميه كبيره. الحاجه الثانيه كمان لو ما فيش ترهل كافي او مش درجه رابعه، يعني نبقى حكيمين شويه في قراراتنا بحيث ان المريض ما يتضرش. لان النتيجه النهائيه ان المريض عمل شد ترهلات بقى في جرح كبير زي القيصريه، كمان المريض ما استفادش حاجه
وكمان الشكل ما تصلحش يبقى انا استفدت ايه؟ ما طبعا يعني هو لازم اي حد بيلجا لعمليات التجميل بيلجا لعمليات التجميل عشان يتغير بالظبط، مش عشان يقعد يعاني بعد كده في انه يصلح جرح او الجرح فتح او انا عملت مثلا عمليه في وزن انا شفت مريض مثلا عمل شد بطن وزنه 190 كيلو. لا 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 احنا عاوزين بقى نتغير بشكل ايه صح بالظبط، مش عاوزين نتغير يعني بشكل غلط. يعني هي 190 كيلو، طب المريض استفاد ايه؟ استفاد ان جرحه قعد سنه يغير عليه. بالظبط بالظبط كده. بشكرك يا دكتور اشرف، فقرتنا خلصت لكن لسه عندنا تقرير تاني عن حاله تانيه هنروح نشوفه ونرجع نكمل فقراتنا مع حضرتك. اتفضل. هحكي لكم حكايه. دي ندى بقى لها كتير قوي نفسها تخس وعندها مشكله في منطقه البطن والاجناب والظهر، والمشكله دي كانت بتخليها تصحى من عز النوم بالليل من كتر ما هي مش عارفة تتنفس. حتى وهي خارجة في لبس معين بس اللي المفروض تلبسه، وطبعا اللبس ده اللي بيلم الدنيا ويداري الديفوهات زي ما بنقول. حتى وهي بتشتري لبس كانت دايما بتجيب مقاسات أكبر من سنها، وطبعا ابعد ما في خيالها ان يجي اليوم اللي تلبس فيه المايو اللي بتحبه. من كتر ما كانت زهقانه فقدت الامل وبقت تاكل اكتر من الاول لانها مش عارفه تخس ولا تعمل دايت. دي ما كانتش بتعرف تحط رجل على رجل، كانت ما بتحبش تنزل من البيت، وده كله بيرجع لثقتها اللي كانت مهزوزه بنفسها وشبه مش موجوده اصلا. وجي يوم كان نقطه تحول في حياتها، وهي قاعده بتتفرج على التلفزيون لقت المركز الطبي الدولي وحالات بتتكلم عن عملية شفط الدهون، وفعلا راحت المركز الطبي الدولي وقابلت الدكتور. وأقنعها بالعملية وعملتها. بصراحة ما كانتش مصدقة انها هتشوف جزء من نتيجة العملية بعد 24 ساعة، بس بعد 10 ايام ندى بقت واحدة تانية خالص. دي بقت تعرف تحط رجل على رجل، وبتنام لحد ما بتشبع نوم. وطبعا سيبكوا من كل اللي فات، دي مش مصدقة ان بقت تلبس اللبس اللي بتحبه. شكرا للمركز الطبي الدولي اللي رجع لها ثقتها في نفسها مرة تانية. ودلوقتي بشرتك مع ماسي، واللي بنتكلم فيها عن ماسي دور جولد وتأثيره على البشرة. جات لنا أسئلة كتير قوي. احنا النهاردة عاملين حاجة مختلفة شوية، معانا يعني دكتورة ومعانا خبير التجميل، الاثنين هيتكلموا عن ماسي دورو جولد وهيتكلموا عن تجربتهم مع ماسي دورو جولد، علشان نبقى بما انه الاثنين بيتعاملوا مع الـ مع الـ مع البشره، فاحنا النهارده هنتكلم عن ماسي دورو جولد بشكل اعمق شويه. اسمحوا لي في البدايه ارحب بضيوفي دكتور دينا ابو السعود، المدير الطبي لماسي فارم ايجيبت. اهلا يا دندون. اهلا يا دينا، ازيك؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ كله زي الفل. ومعانا هايدي القباني خبير التجميل. هايدي هاي، اخبارك ايه يا جميل؟ الحمد لله كله تمام.
احنا قلنا بقى النهارده يبقى معانا دكتور دينا ومعانا هايدي علشان الاثنين يكلمونا عن ماسي دورو جولد، كل واحد في تخصصه. دينا في البدايه، فكره انه بيصغر 10 سنين او بيخلينا اصغر 10 سنين او بيخلينا نبدو اصغر 10 سنين، دي عامله تساؤلات في دماغ ناس كتير قوي. عايزاكي تقولي لي الحته دي بالتحديد، لان كل ما حد يشوفني في الشارع يسالني عن الموضوع. يسالك عن الموضوع ده. برجع اقول واكرر ان فعلا ماسي دورو جولد بعد استخدامه سنه كامله 12 شهر بيصغر في سن 10 سنين. ليه؟ لاحتوائه على 58 مكون من اهم المكونات: الذهب، الكافيار، الكولاجين، الهايلورونيك اسيد. كل الحاجات دي مهمه جدا 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 للبشره، وهي الحاجات دي اللي هي الكومبوننتس دي هي اللي بتصغر في سن 10 سنين، لانها بتشيل التجاعيد، بتنور الوش، بتعمل نضاره. في ناس كتير ما بتحبش تخاف من حقن النضاره مثلا، فماسي دورو جولد بيعمل النضاره، بيجري الدوره الدمويه في الوش، وكمان بيصغر في سن 10 سنين. فعشان كده انا بقول هو فعلا بيصغر في سن 10 سنين، لان كل الرينكلز وكل الفاين لاينز هتنتهي تماما، وهيبقى عندها ثقه بنفسها سواء رجل او ست. وبعدين كنت عايزه اقول ان الرجاله مثلا او يعني نصين، في ناس في رجاله بتحب تحن، في رجاله ما بتحبش تحن، وفي ناس تقول لك طب ما انا احقن واستخدم كريم يعزز نتيجه الحقن او يخليها تدوم معايا فتره بالظبط. لان ممكن ان الفيلر او البوتوكس او اللي هي طرق الحقن بتكفي 6 شهور. مع ماسي دورو جولد لو عمل الفيلر او عملت الفيلر مع ماسي دورو جولد هيكفي، بدل ما يكفي 6 شهور هيكفيها سنه ونص. هو اوريدي خلاص، هو هيظبط نوع بشرتها عامه، طبعا هيظبط. هو غير كمان الرينكلز، هو بيفتح تحت العين وبيفتح الحاجات السوداء او الدارك سبوتس الموجوده، وبيفتح النمش، وبيعمل الوش فيري كلير، بيعمل الوش صافي جدا زي الوش البيبيز او الاجانب. فعشان كده انا برضو بقول عشان كده هو بيصغر في السن 10 سنين، واحنا في عرض ان احنا نصغر سنه اصلا. والله تصدقي قعدت اشوف صوري من 5-6 سنين ولا ما لقيتش تغيير قوي الحمد لله، يعني انزال قمر يا يمنى اصلا قوي. بس خايفه يعني، انا من الناس اللي بقلق شويه من السن، فبهتم بالظبط. ما انا الحمد لله بيخلي انا عايزه اقول ان في ناس بيقولوا طبعا ماسي دورو جولد غالي. لازم يبقى غالي، وما ينفعش حد يستخسر في بشرته. زي ما احنا مش بنستخسر ان احنا ناكل ونشرب، ما ينفعش نستخسر ان احنا ندي البشره الحاجات اللي هي عايزاها. وبعدين انا يعني المفروض اي حد يحس انه غالي بس هيصغرها في سن 10 سنين، مفيش مشكله. لا انا عن نفسي مش الوش أفكر. اهم حاجه انا بالنسبه لي اهم من جسمي كمان الوش، ان انا الوش هو ده عنوان بالزبط. شخصيتي وعنوان جمالي وثقه بالنفس. فانا مش شايفه ان احنا ممكن، ما ينفعش اصلا نستخسر في ان احنا ندي البشره الحاجات اللي هي عايزاها. طيب هايدي بقى، بما انك انت خبيره تجميل وبتتعاملي مع ناس كتير في الوسط وفنانين، وبتتعاملي مع وشوش كتير قوي، ازاي لقيتي، وانا عارفه ان انت كمان بتستخدمي، ازاي لقيتي انه ماسي دورو جولد ممكن يعوضنا عن خطوات كتير ممكن نكون كنا بنعملها في الميك اب، بتاتشات بسيطه ممكن ان احنا نبان اجمل بكتير؟ اول حاجه ماسي دورو جولد بجد حاجه فظيعه. هو احلى حاجه انك انت ممكن بمنتج واحد تستغني عن عده حاجات. بالظبط. يعني ممكن تستخدميه بدل الكريم الداي او الكريم النايت او اللي هو بتاع حوالين العين. ممكن تستخدميه بدل السن بلوك. انا بالنسبه لي كخبيره ميك اب ممكن استخدمه بدل البيز. هو نفس الوقت مرطب. ومع الاستخدام الكلاينتس اللي عندي كتير انبسطوا من النتيجة، انه اللي عندها هالات سودا بدي تخف، اللي عندها نمش في الوش بدي يخف. وانت دايما بتهيألي لازم البشرة اللي انت بتشتغل فيها لازم تكون حلوة برضو، يعني ده يمكن بيسهل لك كمان شغلك، انه بشرة تبقى رايقة صافية هتدي نتائج الشغل موحدة في لونها كمان. يعني ممكن في ناس بيبقى عندهم يعني لون البشرة لون مناخير غير الخدود غير لا هو ده بيعمل انه توحيد للون البشرة. فبتلاقي الموضوع سهل وحلو كتير. فرق معاكي في شغل؟ فرق كتير. وفي ممكن نحن برضو يعني اللي تحط مثلا الكريم الصبح ممكن تستغني عن السن البلوك. ممكن تطلع يعني ممكن تاتشات بسيطه مثل ما عم بتقولي. نحط شويه ماسكارا او نحط رموش واي لاينر مع شويه ليبستيك فبتطلع تمام. طب مش احنا معانا كمان داليا، معانا موديل دلوقتي، يمكن انت عملت لها تاتشات بسيطه كده من الميك اب بس ما حطيتلهاش اي بيس. لا لا صح لا مفيش بيس خالص. طب ممكن داليا تتفضل معانا؟
يا داليا. هنشوف داليا دلوقتي. يا داليا اتفضلي ورينا بقى يا هايدي طريقه وضع ماسي دورو جولد على البشره. هي دلوقتي مش حاطه اي، انت مش حاطه لها اي حاجه على لا مش حاطه حاجه خالص. اوكي هو لازم كل بشره نظيفه. اوكي لازم تكون البشره نظيفه. ايوه هيتحط على البشره مباشره وضغطه واحده. ايوه مره واحده بتكفي الوش كله. بتكفي كله. اوكي زي ما احنا شايفين دلوقتي هايدي بتوزعه على الوش كله، وداليا مش حاطه اي ميك اب خالص باستثناء طبعا شويه ماسكرا. ايوه شويه روج ما يمنعش برضو. وهو بيعمل زي بيحمر الخدود يا هايدي. ايوه بيحمر عشان هو بينشط الخلايا اللي في الوش. بنحطه من جوه وبنطلع فيه لبره. تمام بالطريقه دي. اوكي علشان الجاذبيه دايما هي بتخلي البشره تنزل لتحت، الخدود تقع. فنحنا بنعمل عكس الجاذبيه. كده الخدود بالطريقه دي. ايوه وبالنسبه للجبين اوكي من اهو زي من عند الحاجب لفوق وبعدين أوكي. ننزل بيه كده. تمام هو سريع الامتصاص، دي حاجه حلوه قوي. يعني ممكن تحطه وتحط عليه الميك اب مش هيعمل مثلا طبقه دهنيه تحت. لا 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 ابدا خالص. ولا هيعمل الميك اب اويلي خالص. وطبعا هو بيناسب كل انواع البشره بيناسب زي ما احنا قلنا. وبنفس الوقت ليه لمعه حلوه. واهو ادى هو الذهب باين. ايوه ودى على الخدود. بصي اللون خدودها احمرت كده لوحدها، احمرت من غير اي حاجه، من غير بلاش، من غير اي حاجه، من غير اي حاجه خالص. وبس شويه ماسكارا، شويه روج، شويه ماسي دورو جولد، وهتبقي زي القمر. مش هتحتاج اي حاجه. ميرسي يا داليا. ميرسي. طبعا احنا شايفين دلوقتي النتيجه وشايفين جزيئات الذهب. ويمكن يدينا دايما الناس تقول لي قول لنا السكس اكشنز اللي على العبوه بيعمل ايه، ولازم في ناس لسه ما عرفتش. طبعا انا عايز اقول للساده المشاهدين السكس اكشنز: الانتي رينكلز مضاده للتجاعيد، الانتي ايج محاربه الشيخوخه، النورشنج نضاره، الوايتنينج بيفتح، موسترايزنج مرطب، وكمان في فيس ليفتنج. مهم جدا الفيس ليفتنج لان مع تقدم السن والجاذبيه الارضيه الوش بينزل لتحت، الوش بيترحل، فالذهب بيعمل فيس ليفتنج بيشد الوش. وان هو اقرر تاني ان هو في 23 ايراد ذهب خالص، ذهب طبي مش ميه الذهب. الذهب مفيش حاجه ميه الذهب دي ولا لا لا مش موجود. لا لكن ذهب 23 ايراد الماكسيمم فاليوم. دول السكس اكشنز اللي بيعملوا الجرانتي. الجرانتي برده موجود جوه. لازم نشوف كل الحاجات دي لازم عشان الناس بتسالنا على طول. السيرتيفيكت جارانتي ان هو يحتوي على ذهب خالص عيار 23، ومع كل بوكس فيه فلاير بالعربي عشان في ناس كتير بتحب تقرا بالعربي. موجود فيه كل التفاصيل وكل الاكشنز دي بالعربي لان المنتج ايطالي. من اكبر مصانع تصنيع الكوزماتكس في ايطاليا. واقرر للساده المشاهدين ان هو مترخص من وزاره الصحه ومترخص الاتحاد الاوروبي. وموجود في الارقام ماسي دورو جولد في الارقام الموجوده على الشاشه، مش موجود في الماركت خوفا من التقليد. بالظبط. ودي تراخيص قدامنا هي يمكن على الشاشه علشان دايما الناس وده الصح بيني وبينك برضو ان الناس يعني يبقى عندها اطلاع على كل حاجه وتبقى كل حاجه واضحه قدام الناس. وانا واقرر اقول برضو ان من اول دهنه بيحصل فرق فظيع في الوش. وبعد سنه من استخدامه يوميا بالليل او تحب تحطه بالليل والصبح مفيش اي مشكله، ما بيتعرضش مع اي ميك اب، ما بيتعرضش مع اي كريم نهار او اي كريم ليل لان ما فيهوش اي سايد افكتس خالص. يتحط الصبح وبالليل، ممكن حتى تحطه الصبح عشان واقي شمس. لو ممكن تستغنى حتى على السن سكرين او السن بلوك. بعد سنه هتصغر في السن 10 سنين. بقررها كتير، بعد سنه هتصغر في السن 10 سنين. واحنا يعني نفسنا نصغر يوم مش 10 سنين بالظبط كده. طب هايدي يمكن وانت بتحطي الداليا حسيتي انه الملمس بتاعه انت بتقولي سهل او سريع؟ بتحسي انه هو يعني كريمي. بس يعني خفيف، مش يعني لزوجته خفيفه مش سميك. وسهل الامتصاص. قد ايه بتفرق معاكي ان الواحده تهتم ببشرتها او تهتم بشكلها كتير بصراحه؟ عشان كل العالم تيجي بتطلب بتقول لك انا عايزه ميك اب خفيف ميك اب خفيف. طب لو البشره
مش حلوة, أو البشرة تعبانة أو فيها عدة ألوان, أنا هحط لي خفيف إزاي؟ لازم أحط طبقات كتيرة وفونديشن وباودر عشان إيه يعني أحاول إنه أخبي أداري عيوب. بينما اللي عم تهتم ببشرتها وبتكون بشرتها صافية وحلوة فأكيد رح أحط تشات بسيطة ولوحدها رح تبرق. حتى مشكلة التجاعيد هو طبعاً ماسي دور جولد هو في الأساس عايز أقول كمان التجاعيد مع الميك اب الكتير بيبان, يعني لو حطيتي فاونديشن وباودر عشان تداري العيوب مع الباودر الكتير التجاعيد بتشقق يعني مع الميك اب اصلا بيبان التجاعيد. مين قال ان التجاعيد بتنتهي مع الميك اب؟ مفيش الكلام ده. اللي بينهي عن التجاعيد الماسي دور جولد لانه بيعالج التجاعيد, انت فاهمه قصدي, بيعالج لان هو الكولاجين بينفخ الحته اللي فيها تجاعيد, الهايلورونيك اسيد بينفخ الحته اللي فيها تجاعيد, لكن الميك اب الكتير على التجاعيد هتشقق هتبان اكتر. ذاتس ات يعني. فبرجع اقول ان هو ضد التجاعيد, بيصغر في السن, بيعمل نورشنج, بيعمل نضاره, بيفتح لون البشره ومناسب لجميع انواع البشره, مناسب لجميع الاعمار وللسيدات والبنات والرجال. رجال طبعا, انتي السيدات بالنسبه لك هم الاساس, الرجال اكيد طبعا بقوا بيهتموا بنفسهم بشكل جدا كبير. طبعا ما بقتش الموضوع على السيدات بس او الكبار السن حتى بس. واحنا بنقول ان ماسي دور جولد لكل الاعمار زي ما انتي قلتي, كل الاعمار مش بس. ولو واحده ما عندهاش تجاعيد وهي تستنى لما التجاعيد تطلع؟ لا طبعا, تفتكري هتفضل قاعده مستنيه؟ هي لو استخدمت ماسي دور جولد هيحارب تقدم في السن, هيحارب التجاعيد. ولو حتى ما عندهاش تجاعيد هي محتاجه ان تحس ان وشها مش بيل, محتاجه ان تحس ان ما عندهاش شحوب في وشها, محتاجه تصحى من النوم تحس ان وشها منور ومحمر وقمر وتصغر 10 سنين. وتصغر 10 سنين ده بقى بعد ان شاء الله كل يوم. تنصحي للساده المشاهدين بايه اللي بيشوفوكي؟ انصحهم يشتروا اكيد, انا عن تجربه شخصيه بصراحه حلوه.